بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل حين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يسعدكم جميعا في الدنيا والآخرة. لازلنا مع اختبارات الفصل الثاني، تدريب التلاميذ. تلاميذ الأولى ابتدائي أول مرة يديروا الاختبارات، لذلك حبينا نديروا بعض النماذج بس التلميذ يتدرب في البيت ويعرف طريقة الأسئلة وكيف يجيب وماذا يفعل. اليوم عندنا نماذج اختبارات التربية الإسلامية الفصل الثاني لتلاميذ الأولى ابتدائي، خليكم معنا. طيب، التمرين الأول: اربط الصورة بجملتها ثم احكم عليها بصحيح أو خطأ. عندنا صور وعندنا جمل، يربط الصورة مع الجملة المناسبة تاعها ثم تحت الجملة يكتب صحيح أو خطأ. إذن الصورة الأولى: الطفل يضع الأذى في الطريق أو يرمي الأذى في الطريق. الطفل يرمي الأذى في الطريق، نربطوها مع هذه. الطفل يضع الأذى في الطريق، هنا نديرو خطأ، نكتبو تحتها خطأ لأنه تصرف خطأ. طفل يقرأ القرآن، الولد يقرأ القرآن، هنا نديرو صحيح، تصرف صحيح. الطفل يلعب بالعصفور، مع هذه تحتها نديرو صحيح، تصرف صحيح. تمرين ثاني: أكمل بما حفظته، أبعد عن الطريق، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا فقال. ماذا أبعد عن الطريق؟ أبعد الأذى عن الطريق. إذا اكتب بالأذى صحيحة، إذا اكتب أبعد الحجارة، أبعد الأوساخ، أبعد النفايات، ثان ممكن أعتبرها صحيحة عن الطريق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فقال. هنا لازم يكتب الكلمة تاع الحديث. شوف، كي يكون حديث ولا آية لازم يكتب الكلمة اللي في الحديث واللي في الآية، ما يبدلهاش. بصح كي تكون جملة هكا ماهيش حديث وماهيش آية، يعبر بالكلمة الصحيحة: أبعد الأذى عن الطريق، أبعد الحجارة عن الطريق، أبعد النفايات عن الطريق، كاع صحاح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا فقال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذا هنا لازم يكتب إماطة الأذى عن الطريق صدقة. أطلب العون والمساعدة من الله فقط، لأنه في قرآنه قال قل أعوذ برب الناس. أطلب العون والمساعدة من الله فقط، لأنه في قرآنه قال قل أعوذ برب الناس. إذا حياني غيري فالواجب علي أن أرد، لأن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن هنا يكتب الكلمات الناقصة. وإذا حييتم، هذه الآية قرآنية لازم يبدلش كلمات، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. تمرين الثالث: أكمل آداب التحية. يسلم الماشي على الجالس، اللي يمشي هو اللي يقول السلام عليكم اللي يكون قاعد. يسلم الماشي على الجالس. طيب، يسلم مثلا الماشي على الواقف، كذلك يسلم الماشي اللي يمشي على الواقف. يسلم الراكب اللي ركب في السيارة ولا في الدراجة على الجالس، يسلم الراكب على الجالس أو على الواقف. طيب، اربط السلام عليكم ورحمة الله، هذه إلقاء التحية، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه رد التحية، نربطه. اقرأ ثم اربط كل طفل باسمه وبما فعله. خرج الأصدقاء في نزهة فحيا أيمن سائق الحافلة وركبوا، ثم وجد مراد طيرا سقط من عشه فرده إلى عشه، أما نبيل فقد وجد دراجة لكنه استأذن من صاحبها فأعاره إياها. إذن كل طفل نربطه بالجملة تاعه وبالعمل الذي فعله. إذن أيمن حيا سائق الحافلة، وراء أيمن، أو أيمن نربطها مع إلقاء السلام مع هذه، أيمن إلقاء السلام مع هذه. طيب، مراد وجد طيرا سقطه فرده إلى عشه، مراد الرفق بالحيوان، الرفق بالحيوان، ونربطها مع هذه. أما نبيل استعار واستأذن، نبيل استأذن مع دراجة. طيب، النموذج الثاني: اربط
يحبط كل صورة من عنوان المناسب. طهارة المكان، وراء طهارة المكان هذه رانا ننظفوا في المكان هنا مع طهارة المكان. طهارة الثياب هذه غسل الثياب في الغسالة. وطهارة البدن نغسل الجسم التاعي، هاي طهارة البدن. اربط بالآية ومعناها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هذه آداب السلام، نربطها مع آداب السلام. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، هذه الاستئذان، نربطها مع الاستئذان. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، نربطها مع الطهارة والنظافة. احترام آداب النوم الصحيحة فقط، معناه اختر آداب النوم الصحيحة ندير فيها علامة فيه. النوم على الجنب الأيسر خطأ، هذه ما نديرش فيها. أبقي الأضواء مشتعلة خطأ، ما نديرهاش. أنام بحذاء خطأ، أردد دعاء النوم، هذه صحيحة، هذه ندير فيها علامة فيه لأنها من آداب النوم. أسهر ثم أنام خطأ، لا. الوضوء قبل النوم، نعم، هذا من آداب النوم ندير فيها فيه. إطفاء الأضواء، نعم صحيح، ندير علامة فيه. النوم على الجنب الأيمن، نعم صحيح، ندير علامة فيه. أبين لكل طفل في الصورة الأتية ما الذي يجب أن يفعله. الاستئذان قبل الدخول، هذه أطرق الباب، الاستئذان قبل الدخول. أسلم على أصدقائي حين ألتقي بهم، أسلم على أصدقائي حين ألتقي بهم. أقرأ أذكار النوم قبل النوم، أقرأ أذكار النوم قبل النوم. أرفع الأذى من الطريق أو أبعد الأذى من الطريق. طيب النموذج الثالث، ألون كل كلمة بالكلمة التي تناسبها في المعنى. الرفق مع الحيوان، لونهم نفس اللون. الطريق نلونها مع إماطة الأذى، إماطة الأذى الطريق نلونهم بنفس اللون. عند الدخول أقول السلام، عند الدخول السلام نفس اللون. عند الدخول الاستئذان، عند الدخول. طيب الاستئذان مع عند الدخول هذا نفس اللون، والسلام عند اللقاء. إذن السلام مع عند اللقاء، وعند الدخول الاستئذان. ضع هذه الكلمات في مكانها الصحيح من الآية. قل أعوذ برب الفلق، أنا ندير كلمة الفلق. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ضع علامة في المواقف التي ألقي فيها التحية، معنى وين تقول السلام عليكم. رجعت من المدرسة مساء ودخلت منزلنا، نعم أقول السلام عليكم. التقلت بسيد المدير في الساحة، نعم أقول له السلام عليكم. دخلت على قسم السنة الثالثة، نعم أقول السلام عليكم. ألعب مع أصدقائي، لا ما أقولش السلام. أشارك في القسم لأجيب، لا ما أقولش السلام. تمرين الرابع، ألون العمل الصحيح. الاستئذان، نعم فعل صحيح. احترام الآخرين، نعم فعل صحيح نلونها. إساءة الأدب، لا ما نلونهاش. إماطة الأذى، نعم فعل صحيح. تسهيل سير الناس في الطريق، نعم فعل صحيح. التعسير على الناس، لا. الرفق بالحيوان، نعم فعل صحيح لونه. الرحمة، فعل صحيح لونه. القسوة، لا. طهارة الثوب والبدن، نعم فعل صحيح ألونه. في الأخير بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجمل الفيديو، كذلك الاشتراك في القناة. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.